احنا ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن الالاستيستي وهوكس لو وعن الحاجات دي يعني. طيب دلوقتي احنا المفروض هنتكلم عن الالاستيستي. طب يعني ايه الالاستيستي؟ يعني ايه حاجة الاستيك؟ حد كده عنده ديفينيشن؟ اي ديفينيشن يعني؟ مثلا لما بضغط عليها مثلا فورس ترجع تاني، لما بشيل الفورس دي بترجع يعني نفس شكلها الأساسي تقريبا، يعني اه تمام عندها فهمت. مرونة. يعني اه تمام. طيب احنا ممكن عندنا مثلا حاجة زي الاستيك، لما بنقعد نشده تمام لحد مثلا بفرصة معينة، بعدين بيرجع لمكانه تاني تمام. ده كده حاجة اسمها ايه؟ الاستيك. طيب بعد كده برضو عندنا حاجة مثلا زي السبرينج، لما بنشده بيفضل يعني بنشده كده او بنضغطه بيرجع بعد كده لايه؟ لمكانه تاني. يبقى الالاستيك ده حاجه بيحصل لها ديفورميشن. ديفورميشن يعني ايه؟ تغيير في شكلها، وبعدين بترجع للايه؟ للنيتشر بتاعها عادي خالص. طيب هل الماتيريال تفضل الاستيك في كل الاوقات؟ يعني مثلا احنا عندنا الاستيك لو احنا شديناه بعد كده مثلا بيبدا ايه؟ مثلا يتمدد شويه، ما بعدش بيرجع لطبيعته. يعني لو زودنا الفورس شويه اللي احنا بنضغط بيها على الاستيك، بيبدا احيانا بنشوف اساتك كده تحسها هايشه كده، اللي هو ما عدتش فقدت يعني فقدت الالاستيستي بتاعها، بدات تتمدد مع كل مره تشدها فيها. بتيجي لحد مره كده مثلا بيوصل ايه؟ ان احنا نشدها لحد تتقطع تمام. فاحنا كده ايه؟ عندنا الفورس بيبقى لها مثلا 3 رينجز. اول رينج اللي هو ان يعني مثلا لو احنا تخيلنا الفورس هاي سكيل، اول رينج يبقى فيها الايه؟ الجسم الالاستيك تمام. وليه بعد كده بيبقى ما بيتقطعش تمام، بس بيحصل له ايه؟ ديفورميشن وما بيرجعش لطبيعته، فيبقى هنا كده ايه؟ الجسم في حالة ان الاستيك او بلاستيك تمام. وبعد كده ايه؟ بيجي عند نقطة معينة ويبدأ ايه؟ يتقطع. طيب ده لو احنا جينا نعملها مثلا حاجة فورس لينس دايجرام. طيب فورس لينس دايجرام، طب انا كنت مثلا اللي هو اللينس ده اللي هو ايه؟ اللي تشينج فيه اللينس اللي بيحصل ده او اللينس. طيب انا لو كان عندي حاجه مثلا زي حاجه من الحديد مثلا، حته حديده تمام، وعندي اهو بدات ايه؟ في فورس ابلايد عليها كده على السيرفيس اريا بتاعها. طيب بعد كده احنا اتفقنا هي تبدأ تتمدد وبعد كده ممكن ايه؟ ترجع لطبيعتها، وهتيجي عند نقطة تمام هتبدأ ايه؟ بتتمدد يعني هتتمدد بس مش ترجع لطبيعتها، وبعدين تيجي عند نقطة وتقطع خالص. فاحنا مثلا ممكن اول رينج نعمله بايه؟ ستريت لاين. اهو اول رينج اللي هو ايه؟ ستريت لاين تمام. وبعد كده بعد نهاية الستريت لاين دي بيبقى عندها اسمها ايه؟ اليلد بوينت، او بنسميها الالاستيك ليميت. اليلد بوينت او الالاستيك ليميت، يعني الالاستيك ليميت خلاص بعدها ما عادش يبقى فيه ايه يعني الريليشن ما بينهم، خلاص ما عادش الالاستيك، ما عادش لينير ريليشن شيب. او بتيجي قبل ما تقلب كده بتبقى عامله كده بالظبط، بتقلب كيرف شويه كده، وبعد كده بتقوم راح ايه نازله بشكل غريب شويه كده، وبعدين بتطلع ماكسيمم تمام، وبعد كده بتنزل ايه تاني. طيب في ال وبعدين عند الحته دي كده ده اللي هو اسمها ايه؟ البريكنج بوينت تمام. يبقى ده كده ايه اسمها؟ البريكنج بوينت اللي هو عندها خلاص بتقطع، وده اسمه اليلد بوينت، او له اسم تاني اللي هو ايه؟ الالاستيك ليميت. طيب والرينج ده كده اللي هو ايه؟ البلاستيك ليميت. طيب تمام. الحته دي الماكسيمم يعني دي كده اللي هو الماكسيمم فورس اللي بيوصل لها بيبقى اسمه ايه؟ الماكسيمم سترينث. بيبقى اسمه الماكسيمم سترينث. يبقى دي الماكسيمم سترينث، ودي اليلد بوينت، ودي البريكنج بوينت، وده الالاستيك رينج، وده البلاستيك، وده ايه؟ البريكنج. طيب في المرحله دي احنا اتفقنا الجسم بيحصل له ديفورميشن وبعدين يرجع تاني، وبعدين هنا بيبدا
الفورس تزيد تزيد، بس لما بيحصل له ديفورميشن ما بيرجعش للنيتشر بتاعته تاني لحد الماكسيمم، وبعد كده برضه ايه بعد الماكسيمم تقل ويفضل عادي عادي خالص يتمدد بس ما يرجعش للنيتشر بتاعه، بعدين يتقطع خالص. طيب في اكسبريشن مهم قوي عشان لازم نعرفه، اسمه ايه؟ الاسترس. تمام، ستريس. طيب الاسترس ده عباره عن ايه؟ الاسترس ده عباره عن الفورس ابلايد، احنا بنابلاي فورس، بس الفورس دي لازم تكون بيربنديكولر، يبقى البيربنديكولر فورس الابلايد على سيرتن اريا، يبقى يعني انا هو عندي الاريا بتاعتي اهو بتاع الرود ده، فتبقى فورس اوفر الاريا. تمام، ده كده اسمه ايه؟ الاسترس. طيب الفورس اليونت بتاعها ايه؟ نيوتن. تمام، والاريا متر سكويرد. طيب النيوتن بير متر سكويرد دي كان يونت اسمها ايه؟ حد عارف يا جماعه؟ باسكال. ايوه باسكال، هو دي اليونت كده، ده الاسترس. هتفهمنا الفورس دي لازم تكون ايه؟ بيربنديكولر فورس. طب لو كانت الفورس مش بيربنديكولر وعايزين نحسب الاسترس، يعني مثلا عندي رود كده وده الاريا بتاعته كروس سكشنال اريا، وعندي ايه؟ فورس نازله كده، فاحنا هنجيب ايه؟ هنجيب الجزء اللي هو نازل بيربنديكولر، وده ايه اللي هندخله معانا في الحساب بتاع الاسترس. طيب بيبقى في كومبوننت تاني، ده بيتسبب في حاجه اسمها الشير، بيسبب حاجه اسمها الشير، بس دي مش عليكم يعني، دي نوع من انواع يعني تانيه بس مش عندكم في الاوتكمز. طيب انتوا كده عندكم الفورس البربنديكولر هنجيبها الكومبوننت ده، وهنديفايد باي ايه؟ الاريا. طيب في حاجه اسمها السترين. السترين بقى ده اللي بيعبر عن الاكستنشن اللي بيحصل. السترين طيب بيعبر عن الاكستنشن، ده عباره عن ايه بقى؟ بيعبر عن ريشيو ما بين اللي تشينج في اللينس بتاع الرود، او اللي تشينج في اللينس بتاع الماتيريال اوفر الايه؟ الانيشال لينس اللي هي كانت موجوده بيه. طيب يبقى انا مثلا كان عندي رود تمام، وعملت فورس عليه، هو كان له لينس ال نود، وبعد كده ايه اتغير بقى كمان زاد بايه؟ بدلتا ال. فبقى في الحاله دي انا عندي الدلتا ال اوفر ايه؟ ال ال نود. طيب هل السترين بيبقى دايما في حاله الالونجيشن؟ طب لا، ما ممكن يكون انا عملت دي مش تنشن فورس، ممكن اكون عملت ايه؟ بريشر عليه كده تمام، وزقته لجوه، وبدل ما يزيد مكان هو ال نوت، لا ده قل بايه؟ بايه؟ بدلتا ال، يعني هو بقى بدل ما كان يبقى اللينس بتاعه لحد هنا بقى لحد هنا، فهو قل ايه؟ دلتا ال. ففي الحاله دي هيبقى ايه؟ السترين عباره عن نيجاتيف الدلتا ال اوفر الايه؟ ال نوت. فيبقى نريح نفسنا، يبقى الايه؟ الابسوليوت فاليو اوف دلتا ال اوفر ايه؟ ال نوت، عشان لو هو بالنيجاتيف احط نيجاتيف قدامها يعني. طيب انا كده عندي ده الديفينيشن بتاع الاسترس، سواء هو قصدي الاسترين سواء هو الانجيشن او كومبريشن. طيب في ديفينيشن تاني تالت قصدي اسمه ايه؟ يانجس مودولس. تمام، او تنسايل مودولس. التنسايل مودولس او يانجس مودولس ده بقى ايه؟ الرمز بتاعه كده واي. تمام، بيعبر عن ايشيو ما بين الاسترس تمام اوفر السترين. طيب ستريس اوفر سترين. طيب في الحاله دي الاول كده قبل ما اخش على اليانجس مودس، انا اليونت بتاع السترين عباره عن ايه؟ هيبقى يونت لس. ايوه يونت لس، لان ده متر اوفر متر، او اي يونت لللينس اوفر اي يونت لللينس، فهتديني هي. طيب يبقى انا عندي ايه؟ الواي تبقى عباره عن ايه؟ ستريس اوفر سترين، يبقى اليونت بتاعها هي نفس اليونت بتاع ايه؟ الستريس. الستريس. طيب نمسح كده عشان يبقى في حته، يبقى الواي ايكوال الستريس اوفر السترين. اتفقنا ان اليونت بتاعها هي نفس اليونت بتاع ايه؟ الستريس، لان السترين يونتلس. طيب يبقى ستريس اوفر سترين. طيب انا عندي الاسترس عباره عن ايه؟ عباره عن الفورس تمام
over ال area. وعندي الايه السترين عباره عن الدلتا لينس اوفر اللينس، تمام؟ فيبقى انا ايه اللينس هيطلع فوق الاوريجينال لينس يعني، والدلتا لينس هيبقى موجود تحت في الدومينيتور. طيب حد يقدر يقول لي انا ممكن اشيل الاي والدلتا لينس دي واحط مكانهم ايه؟ التشينج في الفوليوم، صح؟ يعني انا مثلا لو عندي حاجه زي كده، او هي مش اكشوالي تشينج في الفوليوم بس ممكن نعبر عنها كتشينج في الفوليوم، بس هي مش هو. بصوا يعني ايه في الحاله دي بيفضل الفوليوم ثابت، سواء ده يعتبر يعني الايه في الدلتا ال ده يعتبر تشينج في الفوليوم. بس هنا في حاله الاستريس اللي هو موجود عندنا ده، بيبقى الجسم بيحافظ على الفوليوم بتاعه زي ما هو، هو بس اللينس هو اللي اتغير، بس التوتال فوليوم بيفضل ثابت. بس ممكن دي نعبر عنها ك يعني معروف ان الاي في الدلتا ال عباره عن دلتا في، بس انا ممكن بلاش دلتا في دي عشان هو ما فيش تشينج في الفوليوم التوتال عامه. طيب يبقى انا كده عرفت ان اليونت بتاعه هتبقى عباره عن باسكال هو كمان. طيب لو انا جيت وجبت ايه مثلا حاجه رود او اي حاجه وعلقت فيها ايه ويت معين، وحصل ايه الونجيشن بدلتا اكس، تمام؟ يبقى حصل دلتا اكس ايه عندي، تمام؟ وعايز اشوف ايه، هل الماس بتاع الجسم ده له علاقه بالتشينج ان اكس ده ولا لا؟ اه. ليه بقى؟ في الحاله دي انا عندي مثلا اتفقنا ان هو عباره عن الفورس مضروبه في اللينس اوفر الاي في الدلتا لينس. طيب في الحاله دي الفورس اللي بتاثر وسببت الالونجيشن ده هي ايه؟ التنشن. تمام. التنشن ده نتيجه ايه برضو؟ يعني ايه مال؟ مش انا هنا علقت جسم؟ التنشن اللي في الحبل ده نتيجه ايه؟ الويت بتاع الجسم ده، صح؟ بس اللي هو الويت اللي هو الجرافيتي بتاع الجرافيتيشنال فورس اللي هو الويت يعني. هنا الفورس عباره عن ايه؟ ام جي، تمام؟ ال اوفر اي دلتا ال، تمام؟ يبقى ده ايه؟ يانجس مودولس. وناخد بالنا ان الماس دي بتاع الجسم اللي متعلق، مش الماس بتاع الاوبجكت الاوريجينال بتاعنا، لا دي بتاع الجسم اللي متعلق فيه. يبقى انا عندي ام جي ال اوفر اي ملتبلايد باي دلتا ال. طيب احنا عندنا الالاستيك رينج، اتفقنا ده كده يا جماعه اسمه ايه؟ هوكس لو، تمام؟ طيب الالاستيك احنا لو خدنا بالنا في الرسمه دي كده هناخد بالنا ان مثلا لو عملنا كده، تمام، هيبقى ستريت لاين وبعدين هيقلب كيرفت شويه بعدين يوصل للالاستيك ليميت بتاعه وبعدين يعمل الزجزاج الصغير ده وبعدين يطلع فوق مش عارف ايه وبعد كده الفراكشر بوينت او البريكنج بوينت. طيب دايما يعني هو الاستيك وممكن يرجع للاوريجين بتاعه، بس الريليشن دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر ان هو هي لينير، بس بتيجي في حته كده قبل الالاستيك ليميت وبتبقى مش ايه مش لينير. يبقى هوكس لو ما بنعرفش نطبقه في الايه في الحته دي، احنا بنطبقه في اللينير في الحته دي لان هو المفروض في كونستانت سلوب، تمام؟ يبقى ايه الاثنين دول في ما بينهم لينير ريليشن شيب، تمام؟ اللي هو الفورس واللينس. فيبقى انا ايه عندي في ايه سلوب ثابت. طيب نفس الرسمه بالظبط، ممكن نشيل الفورس واللينس وممكن نحط الاسترس، تمام؟ وعلى الاكسس الثاني الايه؟ الستريم. تبقى نفس الرسمه بالظبط. طيب في الحاله دي اتفقنا اللود ابلايد لحد طالما هي لينير ريليشن شيب اللي هو لحد الليمت يعني لحد قبل الاليستيك ليميت بشويه. طيب حد يقدر يقول لي السلوب بتاع اللاين الستريت لاين ده بيبقى عباره عن ايه؟ التشينج في الواي على التشينج في الاكس اللي هو التشينج في الاستريس اللي هو يانجس مودولس، صح؟ بس يبقى في الحاله دي لما يبقى عندي الجراف ستريس فيرسس سترين بيبقى عندي السلوب بتاعي هو ايه؟ اليانجس مودولس اللي هو الواي. يبقى انا ممكن اقدر اجيبه من على الجراف عادي او على اي حاجه. طيب ده كده تقريبا الافكام السادس، تمام؟
يعتبر ما فيهوش حاجة يعني. نخش بقى على ايه السبرينجز. طيب السبرينج ده برضو بينطبق عليه برضو ايه هوكس لو عادي، بس سبيشال كيس من هوكس لو بنسميها ايه اللينير سبرينجز. طبعا نفس الكلام السبرينج بينطبق عليه نفس الحاجة والكلام ده كله، بس السبرينج ده يعني ايه لو يعتبر سبيشال كيس شوية. سمعتوا عن حاجة اسمها سيمبل هارمونيك موشن في اعدادي، فاكرينها؟ سمعتوا عن حاجة اسمها السيمبل هارمونيك موشن يا جماعة قبل كده؟ سمعت بس مش فاكرة الصراحة. سمعت عن حاجة اسمها الحركة، فاكر في الإعدادي في سنة تانية لما خدت حاجة اسمها الحركة التوافقية البسيطة؟ اللي هو بندول الساعة تقريبا حاجة زي كده. البندولم كده بالظبط. يبقى الحاجة اللي فيها يعني البندولم ده كان معروف ايه؟ ان هو بيكرر. مثلا لو عندي بندولم انت عارف ان هو مثلا بيبدأ من هنا وبعدين بيوصل هنا وبعدين بيوصل الناحية التانية الماكسيمم امبليتيود، وبعد كده بيكمل نفس السايكل بتاعه ايه؟ وبتبقى كده حركة بريودك اللي هو بتقعد تكرر نفسها اوفر ايه؟ a certain period. طيب ده بيحصل، ده برضو بيحصل ايه مع السبرينج. مثلا في الفيزيكس لاب مثلا لو انتوا خدتوا الاكسبيرمنت دي، او لما تخش تالتة ان شاء الله بقى تاخدوها تاني، مثلا بتجيب سبرينج ويبقى في حالة اكواليبريم، وبعدين اكواليبريم دي يعني ما بتحركش، وبعد كده بتجيب ايه ماس وتعلقها فيه، تمام؟ تبدأ تلاقي ايه اللي بيحصل للسبرينج ده، هتلاقيه بينزل تحت وبيطلع فوق، ينزل تحت وهكذا، وبيعمل ايه سايكلز periodic cycles اللي هي ليها frequency و periodic time والكلام ده كله. طيب في بقى ايه حاجة، انت لو حد منكم قبل كده جرب يمسك حاجة زي السبرينج ده ويشدها الناحية دي هيحس بإيه يا جماعة؟ ان طولها بيزيد يعني. غير ان هو طولها بيزيد، طبيعي طولها بيزيد، ايه بقى اللي بيحصل؟ مش بتحسوا ان هو بيبقى فيه فورس عايز بتحاول ترجع السبرينج عكس الاتجاه؟ دي حاجه اسمها ايه ريستورينج فورس. يبقى الريستورينج فورس دي بتبقى عكس دايما ايه الاتجاه بتاع الموفمنت بتاع السبرينج. يبقى انت بتحرك السبرينج للناحيه دي كده وتحس ايه ان في ريستورينج فورس عايز ترجعه الناحيه التانيه. طب لو انت عملت له كومبريشن وزقيته الناحيه دي اللي هو ده الدايركشن اوف موفمنت، هتلاقي في فورس بتحاول ايه ترجعه عكس الدايركشن تاني. يبقى الفورس دي اسمها ايه ريستورينج فورس، عشان الفورس دي بتبدا تتخزن نتيجه ان انت بتحركها في دايركشن، فهي الفورس دي بتكون ايه في اوبوزيت دايركشن عشان تبدا ايه تريزيست الموشن بتاعك. طيب السبيشال كيس دي من هوكس لو، تمام؟ بنقول عليها بنقول فيها اللو بتاعها ان الاف ايكوال نيجاتيف kx. ده كده اللي هو ايه special case من هوكس لو. طيب بس ده اسمه هوكس لو في الايه linear spring. طب ايه ال f وايه ال k وايه ال x وايه ال negative وايه الكلام ده؟ طيب احنا اتفقنا ان انا مثلا تعالوا كده نتخيل ان احنا عندنا كان قبل ما يدوبك اول ما حطينا السبرينج كان ده الاكواليبريم بوزيشن بتاعه. طيب بعد كده الماس بتبدا تتحرك ايه للناحيه دي، ده كده بتعمل ايه displacement. يعني مثلا لو اعتبرنا ده ان ده الاوريجين بوينت بتاعها، بعد كده بتبدا تعمل ايه displacement عن الاوريجينال ايه بوينت لحد ما توصل لماكسيمم displacement. الماكسيمم displacement فور اوسيليشن. طيب فاكرين لما كنتوا بتاخدوا الويفز زمان في اعدادي سنه ثانيه اعدادي، كنتوا بتاخدوا ان الماكسيمم displacement away from the origin point كان اسمها ايه؟ او بالعربي كنتوا بتاخدوها اقصى مسافه يهتز فيها الجسم بعيدا عن موضع الالتزام بتاعه، كانت كنتوا بتسموها ايه؟ فاكرين الرسمه بتاع الويف مثلا كنتوا بترسموا ويف عامله كده؟ كنت الحاجات دي احنا خدناها دي اللي هي ساعة الاهتزاز يعني؟ ايوه ساعه الاهتزاز، بس بالانجلش اسمها ايه الامبليتيود. يبقى هو بيفضل يزيد يزيد لحد ما بيوصل لامبليتيود، وبعدين يرجع لحد ما يوصل للاوريجن بوينت، وبعدين ايه يروح امبليتيود بس الناحيه الثانيه. هو هنا بنسميه نيجاتيف امبليتيود لان انت ايه بيوصل الناحيه الثانيه. طيب ده كده يعني هو ده كده الاكس ايه الديسبيسمنت بتاعته سواء في الحركه في الاتجاه ده او في الاتجاه ده. طيب يبقى ده الاكس بتاعنا، واتفقنا ان الماكسيمم اكس اللي هو ايه الامبليتيود. طيب
النيجاتيف دي الكي ده عباره عن كونستنت فاكس منه دلوقتي، بس هنقوله كمان دقيقه ان شاء الله كده. بس النيجاتيف دي بتنديكيت ايه بقى؟ دايركشن. ايوه بتنديكيت ان الفورس بتكون في الاوبوزيت دايركشن بتاع ايه؟ الديسبيسمنت. تمام تمام يعني انا لو عند البوينت دي ورايح في الدايركشن ده، يبقى الفورس رايحه في انهي ناحيه؟ ناحية تانية. لا ايوه في العكس، يبقى الاكس رايحه كده يبقى الفورس رايحه كده. طيب عظيم قوي. نيجي بقى للكي. الكي ده اسمه السبرينج كونستنت. يعني ايه سبرينج كونستنت؟ من اسمه كده هو كونستنت فور افري سبرينج، يعني ده كده من الفيزيكال بروبرتيز بتاع السبرينج. طيب الكي ده بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن how hard you can how hard او how يعني the magnitude of the force you can exert to a change the displacement. طيب ازاي؟ تخيلوا مثلا انا عندي سبرينج جيت عشان اشده مثلا 10 سنتي، عملت فورس ده كده مثلا 10 سنتي، عملت فورس مثلا مثلا 10 نيوتن. في سبرينج تاني تمام عشان اقدر احركه نفس ال 10 سنتيمتر عملت فورس مثلا 20 نيوتن. يبقى مين فيهم اصعب ان انا احركه؟ اللي الفورس اللي انا عملت فيه فورس 20 نيوتن ولا 10 نيوتن؟ 20. ايوه يبقى هو الهاردنس بتاعته عاليه، في صعوبه ان انا اقدر احركه. تمام يبقى الاستفنس او الشده بتاعته عاليه، يبقى ايه الكي بتاعته ايه؟ عاليه. يبقى الكي دي بتعبر عن الريشيو ما بين الاف والاكس. يبقى في الحاله دي بتعبر عن الريشيو ما بين الاف والاكس، يبقى هي بتعبر عن هاو هاردنس تمام ذا ايه ذا سبرينجز. اليونت بتاع الكي دي عباره عن ايه؟ الاف اليونت بتاعها ان اللي هي نيوتن، والكي انا مش عارف، والاكس متر، فيبقى اليونت بتاع الكي عباره عن نيوتن بير متر. يبقى الاف عباره عن نيوتن، قصدي الكي عباره عن نيوتن بتاعها، اليونت بتاعها عباره عن نيوتن بير متر. طيب ده كده يعني عرفت الاكس ده عباره عن ايه وايه لازمتها وبتعبر عن ايه. في حاجة مهمة قوي، تخيلوا كده انت رايح جايب سبرينج. انا كنت الاول جايب سبرينج وموصله بايه؟ بماس. قمت رايح جايب سبرينج كمان ووصلته بنفس الماس. في الحالة دي هل الماس بقت اسهل ان هي تتحرك عن الاول ولا بقت اصعب؟ تخيلوا كده الماس بقت اسهل انها تتحرك ولا بقى اصعب؟ حد يتوقع كده يا جماعه؟ ممكن تعيد تاني عشان ما سمعتش. انا لو عندي سبرينج، انا كان عندي سبرينج واحد وعلقته في جسم، انا عارف ان هو بقى فيه هاردنس عشان احرك الجسم. لو انا علقت كمان سبرينج بالشكل ده كده، هل هيبقى اصعب ان انا احركه ولا اسهل ان انا احركه؟ لا اسهل. اسهل؟ اه عشان الكي زادت. طب الكي زادت يبقى هو اسهل؟ مش عارف صح. صعب ازاي يعني؟ بص يعني انا كده عندي اتنين فورس بيشدوا. ايوه عندك اتنين فورس بيشدوا العكس، يبقى بقى صعب ان انا اتحركه صح؟ اه تمام ايوه. لان انا خلاص الاتنين بقوا دي بيعمل فورس الناحيه دي وده عكس عكس الاتجاه. ففي الحاله أيوة. دي الايه الفورس هتبدا تزيد، فمعنى كده ان الايه ان الافكتيف سبرينج كونستنت هتزيد. طيب ده معناه ايه؟ يعني ايه افكتيف سبرينج كونستنت؟ دي اسمها كي داش او كي او كي توتال. دي بتعبر عن في الحاله دي كده معناها ان احنا موصلينهم ان بارلل مع بعض. يبقى في الحاله دي هيبقى عندي الكي داش عباره عن كي 1 بلس كي 2. يعني الكي 1 مثلا لو كانت 20 نيوتن بير متر ودي 30 نيوتن بير متر، في الحاله دي هيبقى الايه الكي برايم، كاننا لو شلناهم هما الاثنين وحطينا مكانهم سبرينج واحد هيكون الكي بتاعته عباره عن 50 نيوتن بير متر. تمام تمام طيب
ده كده امبارل. طب لو انا كنت رايح جايب السبرينج، قصدي ماس، وقمت رايح معلق فيها سبرينج كده وسبرينج تانية كده، هيبقى أصعب إن أنا أحركه ولا أسهل؟ واحد من الناحية دي واحد من الناحية التانية، الاتنين رايحين كده، نفس الفكرة. هتبقى هي الكي داش تبقى عبارة عن كي 1 بلس كي 2. حاجة بقى مهمة، ده كده ايه في الحاله دي يعتبر بارلل. طب لو انا قمت رايح جايب ده مثلا اي عدد من السبرنجز يا جماعه، يعني مثلا لو انا زودت سبرنج هنا كمان هيبقى سبرنج 3، فهنقول كي 1 بلس كي 2 بلس كي 3 وهكذا. طالما كل واحد فيهم متصل بالجسم لوحده يبقى كلهم بارلل لبعض، هنفضل ايه نجمعهم. طيب لو انا قمت رايح جايب سبرنج متوصل بماس، ده مثلا هنسميه سبرنج 1 وكي 1، قمت رايح جايب سبرنج تاني لو كي 2 وقمت رايح ايه موصله، في الحاله دي الهاردنس بتاع اللي ان انا احرك الجسم تبقى هتزيد ولا هتقل؟ في الحاله دي السبرينج هيضعف ولا هيقوى اكتر؟ هيقوى. لا هيقل، هتحس ان هو بدأ يقل الفورس بتاع دم، فاهم؟ يعني هتبقى الهاردنس بتاع السبرينج تحسها تقل، لان هو كده تحس ايه لما توصل تو سبرينجز في بعض تحسهم بيضعفوا كده. جرب تعملها كده في مره وهتلاقيها بيضعف، او شوف اي اكسبيرمنت تلاقي على النت هتلاقيها بتضعف يعني. ففي الحاله دي معنى كده ان الايه، ان الكي داش يعني الايكوفالنت بتقل. ففي الحاله دي الكي ايكوفالنت هيبقى عباره، هيبقى اللوب بيقول لك 1 اوفر كي ايكوفالنت ايكوال 1 اوفر كي 1 بلس 1 اوفر كي 2 بلس 1 اوفر كي 3 وهكذا. في الحاله دي معناها ايه بقى؟ في الحاله دي هم متوصلين ان سيريز ببعض، كل واحد فيهم متصل على التوالي مع الثاني، ففي الحاله دي هيبدا ايه يضعف. فالريزلتنت اللي احنا هيطلع لنا في الحاله دي هيبقى اقل من اقل واحد فيهم. يعني مثلا ناخد اكزامبل، انا لو كان عندي واحد 3 نيوتن بير متر والثاني 6 نيوتن بير متر، ووصلتهم ايه ان سيريز بالشكل ده، وصلت واحد منهم يعني نهايه واحد منهم ببدايه الثاني وهكذا. ففي الحاله دي هيبقى عندي ايه 1 اوفر كي توتال ايكوال 1 اوفر 3 بلس 1 اوفر 6. هنلاقي ان 1 اوفر كي توتال طلع بهاف، يبقى كي توتال ايكوال ايه 2. في الحاله دي فعلا لقينا الايكويفالنت بتاعهم اقل من اقل واحد ايه موجود. في الحالة دي احنا وصلناهم ان سيريز مع بعض، يعني نهاية واحد ببداية التاني وهكذا، يبقى هتضعف مش هتزيد. انما لو وصلنا كل واحد على حدة كده لوحده بالجسم يبقى في الاخر ايه، هي هتزيد، والاستيفنس بتاع الافكتيف يعني الافكتيف هاردنس بتاعته هتزيد. انما في الحالة دي لو احنا شلناهم وحطينا بدلهم واحد بس هيبقى ايه الكي بتاعته اقل من اقل واحد فيهم. مفهوم الكلام ده؟ طيب طب لو احنا جبنا سبرينج تمام، اللو الكونستنت بتاعه اسمه كي. طيب لو قسمناه حتتين، الحتتين قد بعض وكل واحد فيهم بقى سبرينج لوحده، بقى عندي كي 1 وعندي كي 2. في الحالة دي الكونستنت بتاع كل واحدة فيهم هتزيد ولا هتقل؟ هي هتكون ثابتة يعني، لا انا قسمته هتقل اتنين، هتقل هتقل ولا هتزيد يا جماعة ولا هتبقى ثابتة؟ طيب تعالى ناخدها كده، ناخدها عكس ما احنا كنا شغالين. احنا قلنا لو انا عندي اتنين وصلتهم واحد ببداية التاني، الايكوفالنت بتاعهم هتقل ولا هتزيد؟ هتقل. حلو، لو احنا بقى عملنا العكس فصلنا، يبقى بتاع كل واحد فيهم هتزيد ولا هتقل؟ هتزيد. ايوه، يبقى كل لما يبقى في الحاله دي الكي 1 والكي 2 ايه كل واحد فيهم ايه هيزيد، بس احنا عملناهم نصين قد بعض بالظبط، فده هيبقى 2 كي
وده هيبقى 2K. اوكي طب لو احنا قسمناه 5 حتت، كل حتة هتبقى قد ايه؟ وحتت قد بعض، كل حتة هتبقى قد ايه؟ فور اوفر فايف. انا قسمته 5 حتت، كل حتة تبقى قد ايه؟ 5K. تمام. لان انت لو انت جيت تمشيها بالعكس ووصلتيهم كل واحده 5 كي ووصلتيهم مع بعض، هتلاقيهم ايه؟ ان الايكوفالنت بتاعهم هتطلع بكام؟ مفهومه؟ تمام ماشي. طيب يبقى احنا لما بنقسمه الحتت، مثلا لما بنقسمه ان بيسز بيبقى وكلهم قد بعض، بيبقى الكي بتاع كل واحده فيهم هتبقى عباره عن ان كي بتاع الاوريجينال. مفهوم الكلام ده يا جماعة؟ يعني مثلا ندي اكزامبل بأرقام. أنا لو عندي سبرينج الكي بتاعته عبارة عن 10 نيوتن، قمت رايح جاي مقسمه 6 حتت، كل حتة قد التانية بالظبط. في الحالة دي الكي بتاع كل حتة فيه هتبقى بكام؟ قسمته ل6 حتت، يبقى كل حته فيهم هتبقى بكام؟ 6 كي هتبقى ب60. يبقى ب60. طيب ده كده عرفنا يعني ايه السبرينج كونستانت وتأثيره، لو احنا زودنا حته قطعنا حته مش عارف ايه اللي بيحصل. واحنا لما بنقطع نعرف ان هي الاستيفنس بتزيد، ولما بنزود حته الاستيفنس ايه بتقل، فبالتالي الكي بتقل معاه. وعرفنا الريليشن اللي كانت عندنا من شويه اللي هي الاف ايكوال نيجاتيف كي اكس. طيب معنى كده انا لو جيت رسمت الباث بتاع الجسم اهو، وعندي هنا ده النيجاتيف ايه وده الايه. في الحالة دي الفورس بتبقى ماكسيموم عند ايه؟ عند الاوريجن اللي هي ديسبيسمنت زيرو، ولا عند الامبليتيود؟ انا بتكلم عن الفورس كماجنتيود، ماليش دعوة بالدايركشن دلوقتي. يبقى الفورس بتبقى ماكسيموم عند الاوريجن ولا عند الامبليتيود؟ امبليتيود. ايوه، لان يبقى عندي طبيعي الامبليتيود اقصى فاليو هقدر اوصل لها، انما عند الاوريجن هتبقى الفورس بايه؟ زيرو. زيرو. طيب حلو قوي. طيب لو جينا نتكلم عن كونسبت ثاني مهم، انا عندي ايه؟ الاف ايكوال نيجاتيف كي اكس، قصدي كي اكس عامه. طيب واي فورس، وهنا الماس هي هنا متعلقه، مش الماس طالما عليها ابلايد فورس هتاكواير اكسلريشن؟ اما ايه؟ ايوه. يبقى انا عندي نيجاتيف كي اكس ايكوال ام اي، يبقى انا عندي الاي ايكوال نيجاتيف كي اكس اوفر ام. يبقى ده الريليشن اللي بتجمع بين الاكسلريشن والكي والاكس. طب انا الميتنج هيخلص فنخش تاني على طول، بس عشان نلحق نكمل ان شاء الله.